السؤال التاني يا دكتور، ليا واحدة زميلة في العمل اتخطبت لشخص، والشخص ده تدين وصلاة وصيام وكل حاجة، بس طلب منها ان هي تمسك صورة الشيخ علي جمعة كل يوم وتصلي وتحطها قدامها وتصلي على النبي 1000 صلاة يوميا. فأنا قلت لها بلاش منه الشخص ده، وما بلاش، ارفض الخطوبة وارفض الزواج. فهل أنا كده أخطأت؟ تمام. دكتور، لو حضرتك، لو السؤال واضح لحضرتك، يعني الزميلة تقدم لها شخص يخطبها، اتفضل دكتور لو في سؤال أو شيء. ماشي، اسمع بس سؤال. يعني تقدم لها شخص يعني على خلق ودين حسب ما تقول في السؤال، ولكن هو طلب منها انها يعني ان هو تضع صورة الشيخ علي جمعة وتصلي على النبي يعني عدد معين من الصلوات يعني. الجزء الثاني، الجزء الثاني وصية بالمعروف لا بأس بها، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 2000 3000. يعني النبي احنا يومنا الخميس وغدا الجمعة ان شاء الله سبحانه وتعالى، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي أكثر من الصلاة والسلام عليها في كل جمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. لكن الأولى لا، الأولى لا تصعب في ذلك، لا تصعب في ذلك. وبعدين يعني ما انصحش بأنه هو ترفض الخطوبة كده، لأن هو الوقت أوصى بالمعروف، والنص يقول تعالى في العصر، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي وصية معروف. لكن كون إنها تمسك الصورة، ما فهمناش إيه الحكمة من إنها تمسك صورة الـ صورة الـ 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 الاسم ده، صاحب الاسم ده. يعني فتستفهم منها وتتوضح، ويبقى فيه مادة للحوار، يبقى فيه مادة للحوار، ما الحكمة من هذا؟ إذا كان والله يعني يعني طبعا ده أمر غير مشروع، ما الحكمة في أنها تمسك صورة واحد وكذا؟ فلا أنصح بأنها تفض الخطوبة، لأن إنما يبقى فيه حوار. لأن الوقت لو 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 رفضت هذا الخاطب وتقدم خاطب آخر وبعدين بدأ منه بعض الأشياء، هتسيبه برضه؟ ولو تقدم لها خاطب ثالث وطلب بعض الأشياء وغير مشروع ورفضته، وماذا بعد؟ حط جواب لسؤاله ماذا بعد. إنما الحوار، نجلي الحقائق، نتبين، نتعرف إيه وجهة النظر. لكن في كل أحوال، في كل أحوال هذا غير مشروع، إنها تمسك صورة تصلي على النبي لكن إيه مناسبة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مع صورة المذكور هذا؟ لا علاقة ولا مناسبة إطلاقا بحنا الأحوال. جزاك الله خير دكتور. تنصح بالحوار إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله.